تتحرك الفرق الطبية والإغاثية الإماراتية من مطار أبوظبي الدولي، تضبط خطواتها على دقات قلوب مرضى وجرحى قطاع غزة. تصل طائرة الإمارات إلى مسار بات وجهة تقليدية، مدينة العريش المصرية، حلقة الوصل، حيث توثق دولة الإمارات فصلاً جديداً من التضامن مع سكان غزة. هنا وعلى مقربة من الحدود مع قطاع غزة، تكتب الإمارات حكاية إنسانية بإنشاء محطات لتحلية المياه لتمنح أهل القطاع إكسير الحياة، يروون به عطشهم ويطفئون به لهيب أرضهم التي تئن تحت شح المياه ووفرة الموت. كحاجب دولة الإمارات اللي قدمته من ناحية جهود الطبية، طبعاً لها شق روحها مختلف من ناحية إنشاء مستشفيين، واحد بالداخل وواحد بالخارج، الإسناد الطبي للمستشفيات الموجودة داخل غزة، إخراج الجرحى وإن كان مصاب بالسرطان، الجهود الغذائية كتوفير المساعدات أو دعم المخابز بالطحين اليومي، محطات التحلية الستة اللي توفر الماء 1,200,000 جالون يومياً، بالإضافة مواد الإيواء والمستلزمات. هذه كلها سخرت بآلية وجود فريق يعمل هنا تحت عملية الفارس الشام 3، بالإضافة فريق يعمل في غزة، وهذا هو نهج دولة الإمارات، البقاء واستمرار تقديم الدعم. في مستودعات تجميع المساعدات الإماراتية بالعريش تراءت الصناديق المصطفة بانتظام، تنتظر الجرحى والمرضى لتمنحهم جرعات أمل. إلى المستشفى العائم حيث ترسو سفينة الإنسانية على ضفاف المتوسط، محملة بأجساد أوهنتها ندوب الحرب أكثر من جروحها، تنتظر بزوغ شمس الأمل على أرض العطاء. أمهات ثكالى يستعدن وعيهن، وأطفال ينشدون حياة لم تنتهي حتى وإن بترت الحرب أنصافها. خرجوا من بين ركام الموت وفي جعبتهم آمال وأمنيات بأن تزول الغمة تنقشع الغيمة. كنا في الشمال وطلعنا من الشمال، طبعاً هجرونا اليهود، طلعنا على الجنوب، وإحنا في الجنوب قصف ودار، فطلعنا نجري، فأجت في رجل شظية فقطعت الأوتار الأصابع وصار تورم في العظم. تم استشهاد جميع عائلتي مع بناتي التنتين، نسوان أخوتي خواتي أحفاد أبوي، الحمد لله رب العالمين. أجتني تحويلة إنه أطلعت على جبرة، فأجتني تحويلة على السفينة الإماراتية، فبحمد الله تعالى إنه ربنا بعتني لهنا طاقم طبي ما شاء الله عليه. تختزل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مفردات التضامن مع قطاع غزة، وتعيد ترتيب حروف اللغة لتختار الأمل صرحاً للحياة، والوقت سهماً للتحدي، والإنسانية ريشة ترسم بها صفحات التاريخ. من أمام المستشفى الإماراتي العائم بالعريش، إيمان نصار، العين الإخبارية.